شيفر سانتي. في شيفر سانتي كالعادة قدموا لكم آخر الأرقام الرسمية حول إحصائيات عندها علاقة بصحة المواطن التونسي، واليوم نحكي لكم على آخر الإحصائيات حول قضايا المخدرات. 4835 سجينا من أجل المخدرات بين موقوفين ومحكومين وأعمارهم بين 18 و29 سنة. وين انتشرت ظاهرة استهلاك المخدرات بشكل كبير في تونس خلال السنوات العشر المنقضية، وهي موجودة في الوسط المدرسي مما يهدد سلامة التلاميذ ومستقبلهم الدراسي. وبين الدراسة قامت بها مؤخرا منظمة الأرت انترناشيونال حول انتشار العنف واستهلاك المخدرات في صفوف التلاميذ، أنه نسبة كبيرة من التلاميذ يتعاطوا مخدرات داخل المعاهد في المعتمديات الثلاثة التي أجريت فيها الدراسة، وهي دوار هيشر، حي النور، وتطاوين. وين صرح 76.1% من التلاميذ في دوار هيشر، 69.5% في حي النور، و 59.9% في تطاوين أنهم قاموا باستهلاك المخدرات داخل المعهد، في حين صرح 95.5% من التلاميذ في دوار هيشر، 91.5% بحي النور، 78.1% بتطاوين الشمالية أنهم قاموا باستهلاك المخدرات أمام المعهد. وفق الإحصائيات وزارة العدل اللي أعدتها الهيئة العامة للسجون بخصوص قضايا المخدرات، وين بلغ عدد المدعوين بالسجون التونسية من أجل هذا النوع من الجرائم 4835 سجين بين محكومين، 2741 موقوفين، وين تتصدر فئة الشباب اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و29 سنة طليعة الترتيب من حيث عدد الإيداعات، وذلك ب 1287 موقوف و632 محكوم عليهم. أما الفئة اللي تتراوح أعمارها بين 30 و39 عام فقد بلغ عدد المدعوين بالسجن من أجل جرائم المخدرات استهلاك أو ترويج 1862 بينهم 993 موقوفا والبقية محكوم عليهم، لنجد 794 موضوع في السجن ممن تتراوح أعمارهم بين 40-49 عام، و 236 موضوعا بالسجن أعمارهم بين 50-59 عام، و 44 سجين أعمارهم فوق 60 سنة. كانت هذه شيفر سانتي بالنسبة لليوم.